السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات جامعة ميد أوشن، أهلا وسهلا بكم في هذا الفصل الجديد. مقررنا لهذا الفصل هو Organizational Behavior and Projects PMG 421، ومحاضرتنا لهذا الأسبوع هي المحاضرة التمهيدية. سأصطحبكم أنا في هذه الرحلة أو في المحاضرات العشرة، معكم أستاذة دينا إبراهيم. من خلال هذه المحاضرة سنتعرف على العناوين العشرة لمحاضراتنا، ثم سنأخذ بعض الاقتباسات من هذه المحاضرات العشرة. سنقترب فيها شيء أو سنقترب فيها بعض الشيء من هذه المحاضرات، سنتعرف على القليل من هذه المحاضرات. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في محاضرتكم أو في مقرركم هذا وفي كل المقررات بإذن الله. Organizational Behavior and Projects هو مقررنا لهذا الترم، السلوك التنظيمي والمشاريع. السلوك التنظيمي هو علم يشمل الكثير من العلوم، علم يشمل الكثير من الأمور. علشان نفهم السلوك التنظيمي لازم نفهم الكثير من الأمور المرتبطة به. زي شو الأمور المرتبطة بالسلوك التنظيمي؟ لازم نفهم شغلة اسمها القيادة، لازم نفهم شغلة اسمها التيمز، الجروبات أو الجروبس، لازم نعرف الفرق بين التيمز والجروبس، لازم نعرف الفاليو، لازم نعرف البيرسوناليتي والأشياء اللي هي داخل الشخصية والأمور الشخصية هذه. لازم نفهم الكوميونيكيشن، نفهم الكثير من الأمور. علم الأورجانيزيشنال بيهيفير أو السلوك التنظيمي مرتبط بالكثير من العلوم زي سايكولوجي أو علم النفس، زي اللي هي أنثروبولوجي واللي هي سوشيال سايكولوجي. علشان نفهم الأورجانيزيشنال بيهيفير بالشكل الصحيح لازم نلم أو نفهم الكثير من الأمور في هذه العلوم، لأنه هو مرتبط فيهم ارتباط وثيق. لازم نفهم الأورجانيزيشنال كلتشر كمان، ونفهم شو هي الثقافة التنظيمية. طبعا راح نشوف من خلال محاضرتنا بعض الاقتباسات من اللي هي العشر محاضرات اللي راح نمر فيها. في كل سلايد راح يكون معانا اقتباس من محاضرة. نعرف المحاضرة، نعرف اللي هي المادة بشكل عام، نعرف بشو راح نمر من خلال هذه المحاضرة. في السلايد القادم راح نشوف الريفرنس بوك اللي راح تكون معانا وراح تكون موجودة معانا على الموديل. معانا الآن الريفرنس بوك الخاص بهذا الكورس أو المقرر. الريفرنس بوك تبعنا لهذا المقرر هو Organizational Behavior 7th Edition ستيفن روبنز and تيموثي جادج، اللي هو السلوك التنظيمي الطبعة السابعة لستيفن روبنز وتيموثي جادج. Organizational Behavior هذا يقع في حوالي أكثر من 700 صفحة، يشمل أمور عدة. هو كتاب رائع جدا جدا جدا، وفي كتير من التجارب الحقيقية والتجارب الشخصية. في بداية كل فصل في شيء تجربة حقيقية حدثت يذكر هذا الكتاب في بداية كل فصل. أنصحكم بتحميل هذا الكتاب لقراءته بشكل كامل. الكتاب رائع جدا، يشمل كثير من الأمور زي ما حكينا. الكتاب هذا موجود في الموديل راح تنزلوه، أو موجود عندكم الريفرنس بوك هذا موجود من خلال الموديل، متوفر من خلال الموديل، فبإمكانكم تبحثوا عنه في الموديل وتنزلوه. طبعا اللي بحبوا القراءة هذا شيء رائع إنكم تقرأوا كتاب في هذا المجال. فهذا الكتاب متوفر في الموديل. أتمنى إنكم كلكم تكونوا عندكم الوقت إنكم تقرأوا هذا الكتاب وتشوفوه أو تمروا عليه مرور سريع. لن يضركم هذا الكتاب، بالعكس سيفيدكم كثيرا. فأتمنى منكم إنكم تجدوا الوقت للقراءة في هذا الكتاب. بالنسبة للبريريكوستيك أو بريريكوزايت اللي هو كان معانا في أعتقد الفصل الأول أو مر معاكم في الفصل الأول، Foundations of Project Management اللي هي أساسيات إدارة المشاريع PMG 101. هذا هو كان البريريكوستيك أو المقرر السابق
لهذا اللي هو organizational behavior. راح نلاقي الكثير من المعلومات، راح تمر عليكم الكثير من المعلومات المشتركة مع هذا المقرر. فلو استطعتم الرجوع لهذا المقرر وقراءة البعض من يعني التعريفات فيه، يعني تذكير أنفسنا ببعض المعارف وبعض المعلومات الخاصة بهذا المقرر. هذا المقرر هو الأساس في موضوع organizational behavior. راح نشوف الكثير من المعلومات زي ما حكينا بخصوص leadership، بخصوص التيم، بخصوص الكوميونيكيشن، راح تمر معانا من خلال هذا المقرر. إذا new journey starts here، رحلتنا راح تبلش من هون، من عند اللي هو العناوين الرئيسية للمحاضرات العشرة. ب lecture number one عنا what is organizational behavior، راح نتعرف على مفهوم organizational behavior. شو هو organizational behavior؟ طبعا في الكثير من العناوين تندرج تحت هذا العنوان. حتى نفهم organizational behavior لازم نفهم أمور كثيرة تندرج طبعا تحت organizational behavior. lecture 2 بعنوان attitudes and job satisfaction، التوجهات او الاتجاهات والرضا الوظيفي. بالنسبة ل lecture 3 عبارة عن emotions and moods، الفرق بين الاموشن والفرق بين اللي هو المودز. lecture number 4 راح تتحدث عن personality and values، الشخصية والقيم. lecture number 5 عبارة عن motivation concepts، مفاهيم اللي هي الموتيفيشن والتشجيع والتحفيز. الليكتشر نمبر 6 عبارة عن understanding work teams، عن التيمز، عن الجروبات والفرق بينهم، وشو أنواع التيمز، شو أنواع الجروبات وهكذا. بالنسبة للليكتشر 7 محاضرة رائعة جدا عن leadership، القيادة. lecture number 8 عبارة عن conflict and negotiation، هذا الموضوع مهم جدا في موضوع organizational behavior. lecture number 9 هو organizational culture، الفرق بين organizational culture والorganizational behavior، بنمر عليه من خلال المحاضرة التاسعة. بالنسبة للمحاضرة الأخيرة معانا في هذا المقرر عبارة عن organizational change and stress management، التغيير في المؤسسات أو المنظمات وإدارة الضغوط وإدارة أو العمل تحت الضغوط. بهيك نكون استعرضنا العناوين الرئيسية في محاضراتنا العشرة. المادة ممتعة جدا، رائعة جدا. علشان نفهم السلوك التنظيمي لازم نفهم الكثير من الأمور في هذه العشر محاضرات. ننتقل الآن إلى بعض الاقتباسات المأخوذة من المحاضرات العشرة اللي راح تمر معانا خلال هذا الترم. أول اقتباس معانا هو مفهوم الـ organizational behavior أو الـ OB. organizational behavior is a field of study that looks in the impact of the individuals, the groups, and the structure on the behavior within organization. إذن هو العلم الذي يبحث في ماذا؟ هو يدرس أو يبحث في تأثيرات اللي هي السلوكيات الخاصة بالindividuals، بالأفراد والمجموعات والهياكل التنظيمية، في سلوكياتهم وتأثيرات هذه السلوكيات على المؤسسة. طيب لشو بنعمل هذه الدراسة أو لشو بندرس هذه السلوكيات؟ ما الهدف من دراسة هذه السلوكيات؟ For the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. إذا الهدف من دراسة هذه السلوكيات أو هذه التصرفات هو تدعيم هذه التصرفات وتطوير هذه التصرفات بهدف اللي هو العمل على رفعة المؤسسة وتعظيم القيمة الخاصة أو الخدمة الخاصة التي تنتجها هذه المؤسسة. In studies, it studies three determinants of behavior in organizations. إذا هذا العلم أو organizational behaviors له ثلاث مجالات أو ثلاث مجالات يدرسها. هو يدرس بشكل محدد أو في المستوى الأول من دراسته هو يدرس الindividuals أو الأفراد. بعد هيك يتسع ويكبر ليدرس الgroups، المجموعات أو teams، تمام؟ ومن ثم يدرس الstructure أو المؤسسات. إذن هو بشكل صغير يدرس الindividuals، ثم
يدرس الجروبس ومن ثم يدرس الستركتشر. إذن تكون الانديفيدوالز في البداية، ثم دائرة الجروبس، ثم يتسع لي يدرس الستركتشر أو الأورجانيزيشن. هذا هو الكوست الأول الخاص بمفهوم الأورجانيزيشنال بيهيفير. ننتقل الآن إلى الكوست الثاني الخاص بالمحاضرة الثانية. نذهب الآن إلى الاقتباس الثاني وهو بخصوص الاتجاهات أو التوجهات أو الاتيتيودز. هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن evaluative statements. إذا الاتجاهات أو التوجهات هي عبارة عن عبارات تقييمية. تقييمية لماذا؟ للإنسان، يعني يعبر الإنسان فيها عن تقييمه لأشياء سواء كانت إيجابية favorable or unfavorable. إذا سواء كانت إيجابية أو مفضلة أو غير مفضلة. About what? About objects، أشياء، شركات، أعماله، مواقف تحدث معه. About people، عن الأشخاص اللي بيعيش معهم سواء في الشركة أو سوري بيعيش معهم في المجتمع أو بيعمل معهم في الشركة. Or events، أو أحداث تمت أو حدثت معه. إذا هو عبارة عن عبارات تقييمية أو شعور تقييمي للأحداث والمواقف التي يعيشها الإنسان. They reflect how you feel about something. هي تعبر أو تعكس شعورك عن تجاه شيء ما أو شيء حدث لك. When you say I like my job, you are expressing your attitude about your work. إذا لما تحكي أنت أنا أحب عملي، إذا أنت تعبر عن ما في داخلك تجاه هذا العمل. Attitudes have three components. إلها ثلاث مكونات. اللي هو أول مكون هو عبارة عن الإدراك أو cognition. المكون الثاني هو عبارة عن الأفكت، التأثير، والمكون الثالث هو السلوك أو البيهيفير. كان هذا هو الاقتباس الثاني معانا. نشوف الاقتباس الثالث. الاقتباس الثالث معانا من محاضرتنا الثالثة هو عبارة عن الأفكت والمودز. الأفكت هو التأثيرات. شو هي التأثيرات؟ is a generic a term that covers a broad range of feelings including both emotion and moods. إذا التأثيرات هو عبارة عن مجموعة أو خليط من اللي هي المشاعر، تشتمل على الإيموشنز والمود. الإيموشنز هي المشاعر والمودز هي الحالة المزاجية. بالنسبة للإيموشنز نمر على الإيموشنز ونعرف إنه هي are intense feeling directed at someone or something. هي عبارة عن شعور يعني كبير أو شعور مكثف ممكن نحكي عنه تجاه حدث ما أو شخص ما. بالنسبة للحالة المزاجية أو المودز are less intense، هي أقل كثافة، مش مكثفة زي الإيموشن. less intense feelings than emotion and often arise without a specific event acting as a stimulus. إذا هي لا تظهر زي الإيموشن بناء على ردة فعل حدث أو شيء ما. إذا المودز هي حالة مزاجية قد تصيبنا فجأة، قد تصيبنا نتيجة حدث، أو قد تصيبنا بلا حدث. إذا الفرق بين الإيموشن إنه الإيموشن هي intense feeling، هي شعور يعني مكثف، شعور كبير موجه نحو حدث ما. يعني الإيموشن هذا يظهر نتيجة اللي هو حدوث شيء ما. لكن المودز هي حالة مزاجية قد تصيبنا بسبب حدث أو بدون أي سبب. والاقتباس اللي معانا الآن هو بخصوص البيرسوناليتي والفاليوز. البيرسوناليتي شو هي؟ البيرسوناليتي أو شو تعريف الشخصية؟ is the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with others. هي الطرق التي يقوم فيها الأفراد بالتعاون مع بعضهم البعض، ويعني يصدرون الأفعال وردود الأفعال في اللي هو المجتمع الواحد. هذا بالنسبة للشخصية. طب شو هي القيم أو القيمة بالنسبة للإنسان؟ is a basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence. إذا الفاليو أو القيمة هي عبارة عن قناعات شخصية، قناعات يقتنع فيها الأفراد والمجتمعات بنوع معين من التصرفات أو السلوكيات اللي هي المفضلة بالنسبة لهذا المجتمع أو المحببة لهذا المجتمع. هذه القناعات تعاكس
قناعات أخرى غير محببة أو غير مفضلة. إذا المفضلة هي عبارة عن الفاليوز، والغير المفضلة هي الأشياء المرفوضة بالنسبة لهذا المجتمع. إذا الفاليوز هي عبارة عن قيم أو أشياء مفضلة بالنسبة للأفراد والمجتمعات. Motivation. Motivation is the process that accounts for an individual's intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. شو هو الدافع؟ هو العمليات، هي العمليات التي يقوم بها الأفراد تجاه اللي هو أو الطرق التي يقوم بها الأفراد أو يستخدمها الأفراد لنحو تحقيق هدف معين. شو هي العمليات هذه؟ شو هي مدى كثافتها؟ شو مدى اللي هو مثابرة هؤلاء الأفراد نحو الوصول إلى الهدف؟ هذا هو الدافع. Motivation is one of the most frequently researched topics in organizational behavior. الدوافع هي أحد الموضوعات المهمة في موضوع السلوك التنظيمي، وهو أحد الموضوعات الأكثر بحثاً في موضوع السلوك التنظيمي. الاقتباس اللي معانا الآن بخصوص التيمز والجروبس. شو هو الفرق بين التيم والجروب؟ الاثنين هن عبارة عن مجموعات، لكن الفريق هو عبارة عن شو؟ الفريق هو عبارة عن جروب whose individual efforts result in performance that is greater than the sum of the individual inputs. إذا فريق العمل هو عبارة عن مجموعة، أو هو عبارة عن فريق يؤدي كل من فيها اللي هو جهوده بهدف الوصول إلى هدف جماعي مش هدف فردي. إذا الورك تيم هو الهدف تبعه الوصول إلى هدف جماعي، بينما الورك جروبس أو المجموعات هي عبارة عن is a group that interacts primarily to share information and make decisions to help each member perform within his or her area of responsibility. إذا الهدف العام من الجروبات هو مساعدة الأشخاص في هذه الجروبات ومشاركة المعلومات واتخاذ القرارات بهدف مساعدة كل عضو من الأعضاء على إتمام مهمته الفردية. إذا الفرق بين التيم والجروب يكمن في أن التيم هو عمل جماعي، الجروب هو نهايته أو هدفه هو إتمام أو المهام الفردية. هذا هو الفرق الرئيسي ما بين التيم والجروب. ننتقل الآن إلى الاقتباس الخاص بالليدرشيب أو القيادة. شو هي الليدرشيب؟ كلنا نحلم بأن نكون ليدرز، وهذا شيء رائع جدا لكنه مش شيء سهل. Leadership is the ability to influence a group towards the achievements of a vision or a set of goals. إذا القيادة هي عبارة عن التأثير أو القدرة على التأثير على المجموعة التي يعني تقع فيها أو تعمل فيها بهدف شو؟ بهدف اللي هو تحقيق الرؤية أو تحقيق الأهداف الموضوع أو المخطط لها. إذا القيادة هي القدرة على التأثير، مش كلنا عندنا القدرة هذه، لكن بعض الناس عندها هذه الملكة، هي ملكة يعني يعني مش كل الأشخاص لديهم هذه الملكة، لكن بعض الأشخاص هي موجودة لديهم، يعني ممكن تكون فطرية وممكن تكون غير فطرية. Not all leaders are managers nor managers are leaders. مش هذا الشيء يعني معلومة يعني صرنا عارفينها كلنا، إنه مش كل الليدرز ممكن يكونوا تنفيذيين أو إداريين مثل المانجرز أو مدراء. Nor managers are leaders. ولا كل المدراء ممكن يكونوا قادة. المدير ممكن يؤدي المهام الموضوعة له من قبل المؤسسة فقط، لكن التأثير والقيادة لا يستطيع إنه يعملهم. Just are all because an organization provides its manager with certain formal rights is no assurance they will lead effectively. لأنه المانجر دائما يكون متقيد
باللي هي الإجراءات أو متقيد بالأوامر الخاصة بالأورجنايزيشن وبالمخططات الخاصة بالأورجنايزيشن، فهذا لا يعطي صلاحية أنه هو يكون قائد. دائما المانجرز يرتبط ارتباط وثيق بالبلانز المخططة له من قبل الأورجنايزيشن اللي هي المنظمة الأم أو الأورجنايزيشن اللي هو يعمل فيها، فتعطيه بعض الحقوق، لكن هذه الحقوق لا تخوله أنه يكون ليدر، تمام؟ إلا من بعض الحالات طبعا، في بعض الحالات يكون فيها المانجر عنده الكاريزما الخاصة بالليدرشيب، فهذا طبعا شيء طبعا يعني لا يتكرر كثيرا، لكن شيء طبعا موجود في هذه الحياة. قد نرى بعض هذه الأشياء وقد نرى بعض هذه الحالات، لكن الليدرشيب اللي بهمنا إنه هي القدرة على التأثير على الأشخاص، سواء في عمل أو في غير عمل، سواء كنت أنت بالدراسة ممكن تكون أنت ليدر في السكشن تبعك أو في المحاضرة تبعتك من خلال التأثير على بقية الطلاب معك. إذا الليدرشيب هي ملكة، هي كاريزما خاصة بالإنسان، كل إنسان له شخصيته وله أسلوبه في القيادة، وكل قائد له الأسلوب الخاص به. الاقتباس اللي معانا الآن هو اقتباس مهم جدا، وهو عن الكونفليكت أو الصراع. قبل ما نبلش في موضوع الكونفليكت أحب أنوه إنه الكونفليكت هو أحد السمات الرئيسية في المشاريع. في كل مشروع لابد أن يوجد الصراع، صراع ما بين اللي هو مدير المشروع والموظفين في داخل اللي هو المشروع، صراع ما بين مدير المشروع والستيك هولدرز المعنيين والدونرز، صراع ما بين اللي هو الإدارات المالية على الاستحواذ على المناصب وهكذا. إذا الصراع هو سمة من سمات المشاريع، يعني لما نشوف صراعات في المشاريع ما نزعل وما نحكي ليه يصير صراع، الصراع هو شيء يعني موجود في كل المشاريع ولا بد من وجوده، ما في أي مشروع عندنا يخلو من الصراعات. طيب هو شو تعريف الصراع؟ الـ conflict is a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. إذا هو عملية يبدأ الصراع دائما لما فرد أو بارتي أو جهة من الجهات تعتقدها إنه الطرف الآخر سيؤثر سلبا على شيء يخص هذا الطرف اللي هو الطرف الأول. يعني لما أنا أكون في طرف معين من المؤسسة وأعتقد إنه الإدارة المالية راح تقوم بعمل يعني ضرر لي في اتخاذ قرار معين، فمن هون يبدأ اللي هو الصراع ما بين اللي هو ما بيني أنا وما بين الإدارة المالية مثلا. هذا مثلا conflict describes the point in ongoing activity when interactions become disagreements. إذا يصف الصراع اللي هو النقطة في النشاط، أو يصف الصراع النشاط عندما يتحول التفاعل إلى خلاف، بدل ما يصير تفاعل بينه وبين الإدارة المالية، بدل ما يصير بينه وبين الإدارة المالية تفاهم وسؤال عن لماذا فعلت هذا أيها الإدارة، أروح أنا يصير معي disagreement بيني وبين هذه الإدارة مثلا أو أي إدارة ثانية اتخذت قرار يعني قرار يعني مجحف بحقي، فأنا يروح يصير بيني وبين هذه الإدارة disagreement. هذا هو ملخص بسيط للصراع. الصراع سمة من سمات المشاريع، ما نزعل إنه المشروع تبعنا فيه صراع معين أو شيء من هذا القبيل، هذه هي سمة أو صفة ملازمة لكل أنواع المشاريع باختلاف أنواعها وباختلاف يعني سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. الصراع في المشروع الصغير كما هو في المشروع الكبير.
organizational culture, شو هي الثقافة التنظيمية؟ Organizational culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organizations. إذن الثقافة التنظيمية هي نظام مشترك يحتفظ فيه جميع أفراد المؤسسة يميز هذا النظام هذه المؤسسة عن المؤسسة الأخرى. الorganizational culture قد يكون اللي هو اليونيفورم تبع المؤسسة. لما نشوف يونيفورم معين على بعض الأفراد نعرف إنه هذه المؤسسة تابعين لشركة مثلا المياه أو شركة الكهرباء أو شركة أي شركة أخرى أو مثلا شركة نيوم مثلا أو أي شركة أخرى موجودة عندكم بالسعودية. هذا الزي أو هذا اليونيفورم هو عبارة عن organizational culture. قد طبعا هذا مثال، يعني organizational culture تشمل أشياء كثيرة مش بس اللي هو الزي. قد يكون نظام الإجازات في إحدى المؤسسات، في عندها الكثير من المؤسسات لها نظام إجازات يعني مميز، وهذه organizational culture. يعني هذا organizational culture هو الشيء المشترك الذي تحتفظ فيه المؤسسة ويميزها عن غيرها من المؤسسات. طيب في عنا شغلة تانية اسمها dominant culture أو الثقافة المهيمنة. is a culture that expresses the core values that are shared by majority of the organization's members. إذن الثقافة المهيمنة أو dominant culture هي الثقافة التي تعبر عن القيم الأساسية the core values الأساس that shared by majority of organization members اللي يتقاسمها أو يعمل بها أغلبية أعضاء هذه المنظمة أو المؤسسة. والاقتباس الأخير معنا في هذه المحاضرة هو change. ما هو التغيير؟ change is making things different، هو تغيير الأشياء وتحويل الأشياء من شيء إلى شيء آخر. planned change أو التغيير المخطط، change activities that are intentional and goal oriented. إذن وتغيير الأنشطة المستهدفة أو المقصودة نحو وتوجيهها نحو هدف معين. في عندي الـ change agents أو وكلاء التغيير، هن الـ persons who act as catalyst and assume the responsibility for managing change activities. هن الأشخاص المسؤولين عن التحفيز على التغيير ويتحملوا مسؤولية هذا التغيير وإدارة هذا أو النشاطات المختصة بهذا التغيير. طبعا التغيير في المشاريع يا شباب هو مش عملية سهلة زي ما احنا يعني نعتقد، هو عملية تحتاج إلى permission، إلى أذونات وأخذ يعني الموافقة من الإدارة العليا قبل التغيير وقبل البدء بمحادثات التغيير. يجب أخذ اللي هو الموافقة من الإدارة العليا. هذا باختصار الاقتباسات معنا العشرة حول المحاضرات العشرة اللي راح تكون معنا خلال هذا الترم. وبهيك أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من محاضرتنا التمهيدية لهذا الأسبوع. ألتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في محاضرتنا الأولى. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.